انه اسرائيل هون صارت هون بحاجه هون لامريكا تدافع عنا بوجه حزب الله تحديدا. لا خلي اول شيء ما حدا قال بوجه حزب الله ولا ما سمعت ولا تصريح امريكان. تبلغوا المقرات الرسميه الدبلوماسيين اللي اجوا زاروا لبنان، تبلغوا انه الاساطيل جايين كرمال حزب الله لردع جبهه لبنان. هيدا الكلام هيدا كلام منه دقيق ابدا. تبلغ الرئيس مئاتي، تبلغ الرئيس بري، رح قالك شو تبلغ للسيد نصر الله، رح قالك شو تبلغوا. وهون كمان في كلام خاطئ عند السيد حسن بارح. السيد حسن بارح بيقول انه وصل لي تهديد مباشر من الامريكان، انه وصل لي تهديد مباشر من الامريكان على الحزب. انا اليوم بدي اطلب رسميا من عندك من هون من الجديد انه اذا هيدا الكلام مزبوط، السفيره الامريكانيه بلبنان او تنكره رسميا وعلنا، او توضحه وتقول شو كانت الرساله. انا اللي بعرفه انه القطريين والفرنسيين وبعض الدول ما بعرف مين هن ابلغوا الحكومه وابلغوا عبر وسطات حزب الله عدم الانجرار الى حرب، لانه هذه الحرب ستكلف لبنان بحظا عظيما. هيدي كانت الرساله يلي ارسلوها الى حزب الله. ما معناتها ابدا انه الامريكان ارسلوا هول البرجات كرمال تيكونوا دفاعا عن اسرائيل وبوجه حزب الله. انا بشك يا شيخ نديم، واساسا بلينكن والبيت الابيض عم بيقول انه هذه البوارج هي للدفاع عن اسرائيل. ما هن قالوا صحيح رسميا صحيح، بغض النظر عن شو تبلغ لبنان، بس الدفاع كرمال بوجه مين؟ في فرق بوجه مين؟ بوجه ايران. وقالوها من اول الطريق، قالوها من اول الطريق انه اذا ايران بدها تدخل الحرب مباشره او عبر المنظمات تبعها، هول البوارج تيحموا اسرائيل. يمكن، بس هول البوارج مش ضد حزب الله. طيب بس هو اذا حزب الله بده ينفذ اوامر ايرانيه ويدخل في الحرب ليعمل حرب على اسرائيل ويكون عم بينفذ اجنده ايرانيه، ايه ساعتها هول البوارج يمكن يستخدموا بهيدا الخصوص. بس بالمنطق، وهون انا برجع باكد لك بالمنطق يا شيخ نديم، صار لها الحرب دايره، رح تصير لها شهر على قطاع غزه، هيدي البوارج قاعده واسم الله حواليها ما عم تتحرك. هي بانتظار مين يعني؟ مين يعني؟ انه جبهه مصر مثلا او جبهه الضفه؟ بانتظار حزب الله يعني؟ هذه البوارج اجت على البحر المتوسط. مين قال ما وقفوا بعض البوارج الامريكانيه؟ ما وقفوا بعض الصواريخ يلي جاي من عند الحوثي على اسرائيل من معهد القواعد الامريكيه. طيب بس هلا خليني بس يعني حضرتك بدي صوب شوي الحديث، لان ببدايه تعليقك على كلام السيد قلت انه المضمون باهت. شو كنتوا منتظرين من هذا الخطاب؟ يعني انتوا كفريق كنتوا عم بتقولوا عم بتناشدوا انه عدم جر لبنان الى الحرب. مضمون. شو كنتوا ناطرين يعني؟ انا صراحه ما كنت ناطر شيء يعني. انا لانه اللي بده ينطر 25 يوم تيحكي تيعلن، يعني كانت واضحه ديجا الرساله. وصلت يعني بالنهار الثاني للحرب ب 8 تشرين سيد حسن وحزب الله اعلنوا اذا بدك التحركش، تما اقول الحرب، اعلنوا تحركش باسرائيل بدون ما يعملوا ولا بيان ولا اطلاله تلفزيونيه. وبرايي بعد 25 يوم كانت القواعد واضحه، بس ال 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 الوهره والتحضير يلي حزب الله عطاه لهيدي الكلمه والاطلالات اللي كانت عم تنعمل والفيديوهات والتحضير يلي انعمل لهيدي الحلقه، حط كل اللبنانيين حطوا ايدهم على قلبهم وكانوا منتظرين يعني هل رح يكون في حرب او لا. وانا برايي النكت يلي طلعوا من ثاني يعني بتتكي ذاتها، انه كل النكت يلي طلعوا منه ناجين من ضحك ومن فقط هيك من باب المسحه، ولكن ايضا من باب الارتياح بمكان معين لكل المواطنين يلي كانوا عتلانين هم فعليا انه يصير في حرب او يطلع السيد حسن يعلن الحرب. وانا هون اذا بدي اقول شغله، انه يمكن كتر خير الله انه كان هيدا الكلام متوازن بمكان معين وما وسعنا قاعده الاشتباكات ولا فتنا ولا قرر السيد حسن يفوت بحرب، كتر خيره. هلا انا اذا بقدر مون عليه كنت وصلت له هيدا الكلام، ولكن
للأسف هو بياخد قراراته لوحده وبياخد القرارات أو بيتلبى أو بيتلقى قراراته من إيران. يمكن لليوم تبين لأنه في قواعد أو برجات أمريكانية موجودة، ويمكن لأنه كل هيدا العالم كله أخذ موقف كتير واضح مع إسرائيل، يمكن إيران قالت لك بهيدا الظرف ما رح نعمل حرب. ومشان هيك كان الخطاب، إذا بدك يعني الخطاب يلي بنعرفه، فما أقول ولا ضعيف ولا قوي، بس أنه أكيد ما له يعني اللبنانيين كانوا عتلانين هم تكذب عليك. العالم كلها كانت قاعدة ببيوتها، العالم كلها كانت حاطة إيدها على قلبها، العالم كلها ما كانت عارفة إذا بتسافر أو لا تاني يوم. نعم. طب هيدا معقول اليوم عند شعب لبناني يلي هو رب الحضارة والثقافة والعلم وبيبرز للعالم كله وبينشر للعالم كله طاقاته كلها، يقدر يكون محصور بلبنان ومنه عارف إذا بكرة بيترك عائلته بيقدر يسافر أو يروح يشتغل برا أو لا؟ طب هون في مشكلة كتير كبير، كله هيدا متعلق بشخص ويمكن متعلق بنظام وبنظام بعيد عنا اكثر من 3000 كيلومتر. في مشكله كبيره بهيدا الشيء. مش هيك عم بقول انه كان اذا هيك، لان صرت مضطره اني اختم معك. اذا عم ندين حزب الله لارتباطه بايران، يعني في مجال كثير كبير انه انتم تندينوا بارتباطكم بامريكا، وحتى البعض يقول ارتباطكم بإسرائيل. يعني ما هيدي مشكلة لبنان، إنه ما في وحدة داخلية، في فريقين كله عم بينتقد كله وكله عم بخون كله، هيدي المشكلة وبدنا نواجه إسرائيل. ست روان، أنا صراحة يعني بقدر أفهم كلامك وبفهم الغضب اللي عندك، بس أنا اليوم ما بحياتي جيت قلت إنه سلاحي ومالي وسياستي وانتمائي وشرفي كله تحت بقرار وبأمر ولي الفقيه. مش انا اللي قايل هيدا الكلام، انا ما بحياتي جيت قلت انه اذا امريكا بدها شيء. انا اكثر واحد اليوم عم انتقد الامريكان على سياساتهم، اكثر واحد انتقدت الفرنسويه على سياساتهم، واليوم ما بحياتي جيت قلت ولا في عندي علاقه ولا من بعيد ولا من قريب مع الاسرائيليين، يعني تأجي يقول ولا مسلحيني ولا داعميني ولا بعتيني مصاري، ولا واحد منهم هول، ولا السعودية ولا الأمريكان ولا الفلسوية ولا حدا. ما فهمت أنه أنا اليوم إذا كنت واحد لبناني، أنا من يلي طالبوا بضبط الحدود على بين لبنان وسوريا، لأنه بوقتها كنت عم بقول أنه هيدا الشيء عم بيضرب الخزينة اللبنانية وعم بيمنع اللبنانيين من الفيول وعم بيمنع اللبنانيين من ضرائب وعم بيضرب الاقتصاد. وقت السيد حسن اتهمنا انه نحن اخوانا اسرائيليين لانه عم نضبط الحدود بين لبنان وسوريا، واليوم هو ذاته هيدا السيد حسن يلي بيطلع بيقول انه لازم الجيش يطلع يضبط الحدود، هذا تسهيل لهيدا الشيء. نائب نديم، يعني ما في معايير واضحه اليوم للوطنيه بلبنان للاسف. بحبوا نتعو تنقعد كلنا سوا على الطاوله ونسال بعضنا شو يعني نكون لبنانيه وشو معناتها هاللبنان، وتعو تنقعد مع بعضنا ونجي نقول ولا بدي يكون منتمي لايران ولا بدي يكون حتى منتمي لمين لاي جهه اخرى، وتعو تنقعد على الطاوله ونشوف شو يعني الوطنيه ونحسم مصلحه اللبناني بامتياز، ولا نزيد على بعضنا بغزه ولا نزيد على بعضنا بفلسطينيتنا ولا نزيد على بعضنا بعروبيتنا. وشفنا زيدوا علينا بالعروبه وشفنا العروبه اليوم وين صارت، وشو زيدوا علينا بـ 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 بالخيانه على اسرائيل وشفنا اليوم مين اول ناس مضوا مع اسرائيل، زيدوا علينا بموضوع الفلسطينيين وشفنا مين اول ناس نسيوا الفلسطينيين وباعوا الفلسطينيين. نعم. فما حدا يجي يزيد علينا بموضوع بكل هالمزايدات. نحن اذا بدهم يزيدوا علينا بشغله خليهم يزيدوا علينا بوطنيتهم، خلينا نقعد على الطاوله مع بعضنا ونتفق على الضبط شو هي هالوطنيه اللي كلنا سوا بدنا اياها. النائب نديم جميل، شكرا كثير لاطلالتك وبعتذر على الصدمه.